انا بهيج نعيمه بنتي حنان، تغيبت نهار 3 ديتها بيدي مع 8 ديتها المدرسه الفارابي، وملي هذا تعطلت عليا ملي رجعت موراها ما لقيتهاش، ملي ما لقيتهاش دخلت على الحارس العام قال لي راها خرجت، انا عيطت لكم ما جاوبتنيش. قلت له انايا كنت عيطتي لي زعما كبقات مني مره هنايا في اللي ملي جيت انا في حالي ورجعت موراها ما لقيتهاش. ملي سولت حد العائله قالت لي خالتو رانا كنجرو يا كنجرو واحد الطوموبيل خطفاتها، هادشي اللي سمعت انايا اللي قالوا لي التلاميذ. ملي كنرجعوا كل واحد دابا تيقولنا قالوا حنا مزوقين فيكم الا الواحد يعاون على هاد العائله، راه مسكينه درويشه راه ماشي شي حاجه زعما عمل شي حاجه ولا هذا راه مزرفه مسكينة، راه ماشي شي حاجه العائله بعقله مسكينه والجيران كلهم كيبكيو عليه او كلشي تيتحسف عليها، ودابا حنا مزوقين فيكم لا وقفوا معنا. حم والدي رانا ما بقيتش تنتحرك، خوتها ما خدامينش اللي خرج تخدم في الشركه راه خرج، واللي وحنا رحنا تالفين وباباها ما خدامش رحنا في دار الكرا. دابا الله يرحم والدينا هاد العائله راه شوطتنا وشوطت المغرب كامل شوطات مدرسه الاساتذه ديالها الاساتذه ديالها بروحهم راهم مشوطين مسانك حتى هما تيهموا معانا حتى هما تيفتشوا ما خلقتش تيفتش عليها ما عزتش عليها العائله حتى الاساتذه تيقولوا لي ديك العائله زعما راه ما عمرها زعما عملت لنا الفتنه في المدرسه ولا شنو عليها شي حاجه عائله مزيانه عمرها ما قالت لك خصني نسافر لا ما عمرها ما عمرها مسكينه قالت لي نسافر ما عمرها انا دري واش عندها مثلا فكره انها تخرج لا والو لا لا القرايه شنو الناس كتقول لك على القرايه قرايه كتقول لي ماما خصني نقرا باش نعاونك انا خصني نقرا باش يعني كانت باغيه تقرا باغيه تقرا مسكينه باغيه شحال في العمر ديالها 12 عندها 12 سنه مسكينه تقول لي ماما انا نعاونك انا نلقيش قلبك ماما تينا مريضه وانا بصح مريضه بالعصب تنتمنى منك الحبيبه تسمعني وترجع على قلبي تشوط عليك وتينا الحبيبه راه تعرفاني مريضه وعدي عزيزه عمري ما غيرت الحان انا الحبيبه ديالي لا مرجع رجع لي يا حبيبتي رانا شوطني بلوزه مشات بالبليزه ديالها وزايده قدامي وبلغت حتى المدرسه وصافي يا ماما سير بحالك انا دابا غنقرا ودخلت تقرا صافي كنقول لها رجع للدار هادي خليتيني بوحديتي مش بلتي ما من لابو خليتي الدار بوحديتها خليتي بلاصتك خاوية عاجي الحبيبة عمرك مش راح تجي